الشاب محسن ويبلغ من العمر 19 عاماً عندما أوقفته قوة أمنية في قضاء الرميثة في المثنى وطلبت هويته، هرب منها ولا يعرف لماذا هرب. أوقفوه لأنه لا يحمل الوثيقة الثبوتية وأطلقوا النار عليه حينما لاذ بالفرار منهم وأصابوه في رأسه حسب ما ذكر عدد من أهله، وهو الآن أي الشاب محسن في المستشفى وميت سريرياً مع الأسف. نتابع هذا الفيديو ومن ثم نرصد وإياكم أبرز التعليقات التي كتبها عراقيون على فيسبوك تعقيباً على المقطع الذي سنشاهده وإياكم. اطلاق ناري حسب اللي وصلت المعلومات، تكشف انه بدون موافقه طبعا من الاطباء والمدير العام لنفس الجهاز رقم معين. هو هسه النظر مالته يعني فيكس دايركت بيقول يعني اي إطلاق للرصاص على شاب أعزل صغير بالسن لا يحمل سلاحاً فقط لمجرد أنه فر من قوة حكومية ولا يحمل أوراقاً ثبوتية.